ما صحة حديث لا طلاق في إغلاق؟ وما هو الإغلاق؟ وهل للغضب عند الطلاق أنواع أم هو نوع واحد؟ حديث لا طلاق ولا عتق في إغلاق في سنده لي، ولكنه له طرق وله شواهد، فالأولى الأخذ به، وأنه إذا كان الطلاق في إغلاق وهو الإكراه والغضب الشديد لا يقع. إذا ثبت الإغلاق ثبت الإكراه، وثبت الغضب الشديد في إقرارهما جميعا أو ببينته شاهد بذلك.